اسمي همام، انا من سوريا، عمري 35 سنه، مقيم حاليا في مصر في محافظه القاهره، ولح احكي لكم قصتي وشارككم فيها. كنت بدرس حقوق، طبعا بشتغل، صارت الأحداث وصارت الحرب في سوريا، فطلعت ببداية الأحداث من سوريا، رحت على لبنان، قعدت بلبنان تقريبا فترة 4 سنين أو 5 سنين تقريبا. الفترة هي طبعا كانت هي الرحلة الأولى في رحلة العذاب، خلينا نسميها، ورحلة اللجوء. طبعا كيف الطريقة اني انا بدي اطلع؟ ما في طريقه طبعا الا موضوع اني اطلع عن طريق، ما في دوله بتقبلني الا عن طريق السودان. السودان كانت فاتحه للسوريين اني ادخل على السودان بدون فيزا، فهذا نص الطريق السهل اني انا اوصل السودان، ومن السودان اجي لمصر عن طريق التهريب. طيب انا كيف بدي اتواصل مع مهربين، مع كذا؟ طبعا المهرب هو شخص سوداني، طبعا على الفيسبوك طبعا كلمني واعطاني رقم تليفونه وقال لي التفاصيل وكيف حتوصل على مطار السودان ومين حيكون برا عم يستقبلك. فاتفقنا على التفاصيل، وحتى على موضوع طريقه الدفع، انه اخي الدفع حيكون على الشخص 500 دولار. طبعا المزايا اللي قال لي عليها طبعا انه انت حتكون في سياره مغلقه، يعني وين ما بدك بتوقف السائق، انت باي مكان بدك يوقف بيوقف، بدك اولادك مثلا يقضوا حاجه او انت بدك تعمل اي شيء او 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 يوقف، في معنا تليفون ثريا ما بيخوف. هذا الشيء طمن واعطاني مثل ما بقولوا يعني ثقه. فوصلت لمطار السودان، طلعت من المطار طبعا انا وزوجتي واولادي، فوصلنا وفعلا مثل ما قال لي كان في حدا عم يستناني برا، طلعنا معه. حيكون معك أسرة تانية أو أسرتين يعني، وما حيكون في مضايقة، حتكونوا قاعدين مرتاحين بالسيارة، ومن أحلى ما يكون يعني. فأنا قال أوكي. تاني يوم ما أجا يعني، تأخر، فأنت قاعد في حالة عصبية يعني، لدرجة أنه أنا تاني يوم نايم فقت بالليل مرعوب انه خلص. حتى شاركت زوجتي قلت لها انا بدي ارجع، خلص ما عاد فينا نضل يعني نايم عم فكر باطفالي، انه انا معقول انا بعد هالعمر وبعد هالشيء هذا اللي خطه بحياتي وكذا، اصل لمرحله اني اطلع تهريب غامر باطفالي، يعني شو عملت انا؟ يعني شو يعني مثل اللي وعيت انه انا وين اخذهم هذول الاطفال، يعني وين رايح فيهم؟ رايح على مجهول يعني. قعدنا يومين بالخرطوم، ثالث يوم اجى لعندي وطلعنا على مدينة اسمها بور سودان. فعلا اجوا بالليل، اخذني بتيك توك انا وزوجتي واولادي طبعا، هون قعدني راح اخذني على بيت، يعني فيك تعتبره ما فيش حاجة للبيت طبعا، فرش لا، هو مكان فيك تسميه نقطة تجمع يعني. قعدت حوالي ساعتين ثلاث ساعات وانت قاعد في انتظار يعني وبرد. بعدين اجت عائلة تانية كمان، اجوا معايا شباب. بعد ثلاث ساعات تقريبا اجا فان، كان هي الميزة يعني انا ما بنساها، انه شو السبب هذا كمان أثار عندي الرعب. إجا فان الإزاز بتاعه كله في مي، تمام؟ فأنا وقت طلعنا فيه خفت إنه ليش في مي، يعني شو الموضوع؟ ما هي أنا هاي التفصيلة ما حد ذاكر لي إياها أو شيء يعني. فهذا الشيء برضو زاد عندي الخوف يعني على نفسي وطبعاً على أسرتي يعني. ضل يفتي حوالي ساعتين، بعدين زاد السرعة. زاد السرعة لمرحلة إنه حسينا إنه هو صار وصل لرمال، نزل على الرمال الفان،
تمام. وقت نزلنا على الرمال صار يمشي ببطء، ووقف بسرعة، نزل الشاب، نزلوا اثنين فتحوا الباب بسرعة بسرعة بسرعة. شوفي لقينا بيك أب صغيرة تمام، وطلعوا بسرعة بسرعة، وشفت أنا اللي هم الشابين وهي بينزلوا تحت كده، يوقفوا بيبصوا كده، فكأنه بدأنا يعني في شيء هون بدأ الخطر، إنه ليه شو كنا ما أحلانا وكنا ماشيين وكده، فجأة بسرعة بسرعة طلعوا حطوا الشناتي يطلعوا لفوق وهن عاملين هيك. فهون بلشنا بلش عقلك ياخد ويجيب أفكار، حيقبضوا علينا، مش عارف إيه، حيرمونا في النار، يعني كتير صارت تجيك تفاصيل يعني، وهمك الوحيد عائلتك. فضلوا هيك عاملين كده شوية حوالي 10 دقايق، بعد كده ركبوا في العربية وساقوا بسرعة جنونية. وهذا الجزء، هي جزء ما بنساه بحياتي، ساق بسرعة مو طبيعية أبدا 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 أبدا، لدرجة أنه أنا ابني نزل رأسه بالأرض كده في هي وما عاد يتحرك من الصوت. أنا صرت يعني عيط عليه عيط عليه، بابا بابا بابا، مش سامعني خالص، لدرجة أني حركه ما عاد يتحرك. فأنا بيني وبينك خفت عليه أنه لا سمح الله يكون صار في شيء يعني، لكن هو من صعقة الخوف أنا بسميها يعني، جيته صعقة لكن هي صعقة خوف، زي أنه خلاص أطرافه كلها وقفت من هول الحركة هاي. رفعته هيك لفوق لقيته يعني صاحي يعني. فأنا طبعا ماسك أطفالي هيك وماسك زوجتي ومتمسك بالجنبي يعني، وهو سايق سرعة جنونية يعني، لو بيعمل أي حركة يعني بيرمي الناس. وبدأ يضل مأسرع حوالي ساعة. أنا هون يعني تجيني الفكرة أنه أو قال له أقف خلاص، أنا مش عايز الموضوع ده خلاص. أنا كتير يجي ببالي بعد ما شفت الموضوع هذا أنه يعني مثلا أخبط عليه مثلا قال له أقف خلاص، أنا مش عايز، أنا عايز أرجع. ففضل ماشي بسرعة جنونية حوالي ساعة، بعد كده يعني برضو وقف صار يبص. طبعا صرنا عم نمشي في الرمال، أنا ومشينا على أساس 7 ساعات يكون بالحدود المصرية، الساعة 2 أو 3 الفجر وقف. وقفت لي حنرتاح، طب يا عمي ترتاح فين؟ في نص الصحراء بين الجبال، طب أنا وصلت فين؟ يعني أنا جبت نفسي فين يعني، أنا وعائلتي وأطفالي، أنا دلوقتي في وسط الصحراء يعني ما فيش أي حاجة أمان عليا ولا على أسرتي، اي مثلا حيوان مفترس بيطلع، اي عصابه، اي اعضاء بشريه، اي مش عارف ايه، كله متاح هنا في دماغي يعني. فانا يعني اسرتي زوجتي واولادي ناموا، انا ما قدرتش انام يعني، طبعا هم بقوا قاعدين في العربيه، انا افتحت فقعدت كده لحد الساعه 8 الصبح حتى طلعنا في العربيه تاني ومشينا وصلنا للحدود المصريه. بالليل حملنا شناتي الظهر وطلعنا على جبل، طلعنا على جبل، أطفالي طلعتهم على جبل، ونزلنا لحتى أجت السيارة الثانية طلعتنا ومشينا بالصحراء المصرية، كمان صحراء باردة جدا جدا وسرعة جنونية، لغاية ما وصلنا ثاني يوم الصبح وصلنا لأسوان. فهي الرحلة كطريق يعني مخيف جدا جدا ومرعب، فعلا فعلا فيلم رعب كان.